السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة برشبان التعليمية، مرحبا بكم في الدرس الأول من التعبير والإنشاء. مرحبا بكم في الدرس الأول ديال التعبير والإنشاء اللي هو مهارة تحليل صورة. إذن هذا الدرس ديالنا كيف كنت شفنا في هذاك الفيديو السابق، قلنا الخطوات ديال تحليل صورة أو تصميم موضوع صورة اش اللي تنديرو فيه. تنحاولوا في المقدمة نديروا ملاحظة الصورة، تنديروا ملاحظة الصورة اش اللي تنذكروا فيها، تنذكروا أهمية الصورة بصفة عامة، يعني تنهضروا على أهمية الصورة بصفة عامة في عصرنا الحالي. من بعد تنجيبوا الأسئلة ديالنا، شحال عندنا من سؤال؟ عندنا جوج ديال الأسئلة. إذا طرح سؤالين، فما هي مكونات الصورة قيد التحليل اللي هو السؤال الأول، وما الدلالات التي تنطوي عليها اللي هو السؤال الثاني. يعني شحال عندنا من فقرة في العرض؟ عندنا جوج ديال الفقرات. واحد الفقرة بغينا نذكروا فيها المكونات ديال الصورة، يعني بغينا نشوفوا الجانب التمثيلي أو المستوى التمثيلي والمستوى التواصلي، وواحد الفقرة بغينا نهضروا فيها على المستوى الدلالي، والفقرة الأخرانية اللي هو العرض. وبالتالي شحال عندنا من فقرة في الموضوع ديالنا حنا ديال تحليل صورة؟ عندنا أربعة ديال الفقرات، عندنا المقدمة، وعندنا الفقرة الأولى في العرض تنذكروا فيها المستوى التمثيلي والمستوى التواصلي، وعندنا الفقرة الثانية في العرض اللي هو الفقرة الثالثة في الموضوع ديالنا ككل، الفقرة الثالثة في الموضوع ديالنا ككل تنذكروا فيها الجانب الدلالي، والفقرة الرابعة في الموضوع عندنا اللي هي الخاتمة. إذا قلنا المقدمة تنذكروا أهمية الصورة بصفة عامة، تنعبروا على هذا المعنى، وتنطرحوا هذوك جوج ديال الأسئلة ديالنا. من بعد تنتقلوا للعرض. العرض قلت أنه فيه جوج ديال الفقرات تحليل مستويات الثلاث. عندنا الفقرة الأولى، كي تتعرفوا الفقرة الأولى في العرض تنذكروا فيها المستوى التمثيلي وتنذكروا فيها المستوى التواصلي. وهذا المستوى التمثيلي او المستوى التشكيلي للصوره اش اللي تنذكروا فيها؟ تنذكروا فيها الجانب اللغوي، كاع اي حاجه عندها علاقه باللغه اللي هو الجمل، الكلمات، الارقام، وتنذكروا كذلك الجانب الايقوني. الايقوني بمعنى الانسان، الا كان في التصويره الحيوانات، الاشياء، الطيور، الاسماك، الى غير ذلك، المهم الاشياء الاخرى. ومن بعد تنتقلوا للمستوى التواصلي، تا هو تيكون في هذه الفقرة الأولى من العرض. تنذكروا في هذا المستوى التواصلي تنذكروا فيه المرسل، تنحاولوا نحددوه إلا ما كانش محدد، وإلا محدد راه سهلوا علينا الأمر. إذا المرسل هو مصدر رسالة الصورة، وتنذكروا كذلك المرسل إليه. إلا مذكور في الصورة راه مزيان، إلا ما مذكورش راه تنحاولوا أننا نحددوا لمن توجهت هذيك الصورة، وراه تيكون ساهل. وبالنسبة لآخر مستوى اللي هو الرسالة، الرسالة تنحاول نحددو الرسالة ديال هذه التصويرة. إذا الرسالة هي الهدف من الصورة أو الغرض منها. من بعد تنتقلوا لهذه الفقرة الثانية في العرض ديالنا، الفقرة الثانية من العرض اللي هو تنذكروا فيه المستوى الدلالي، تنذكروا فيها المستوى الدلالي. وأش تنذكروا؟ واش تنديروا الدلاله ديال اش تنديروا الدلاله ديال هذوك المكونات، داكشي اللي حنايا كنا حددناه في الفقره الاولى اللي هو المستوى التشكيلي والمستوى التواصلي. تنذكروا الدلاله ديالو هنايا في هذه الفقره الثانيه في العرض اللي هي الفقره الثالثه في الموضوع ديالنا ككل. تنديروا دلاله مكونات المستويين التمثيلي والتواصلي. من بعد نحاول أننا نحدد العلاقة بين ما هو مكتوب وما هو مصور، بمعنى نحاول نحدد العلاقة بين الجانب اللغوي والجانب الأيقوني، اللي هي في الغالب تتكون علاقة تفسيرية أو علاقة انسجام أو علاقة سببية. من بعد تنحدد كذلك الوظيفة ديال هاد الصورة، أشنا هي الوظيفة ديالها. إذا تتكون مثلا وظيفة حجاجية بهدف إقناع المتلقي، وهذا هو اللي غادي تلقاوه دائما في الامتحان عندكم نتوما الجهوي، الى عطاو لكم تحليل صوره بيكون انهم تحاولوا يقنعوكم بشي فكره. اذا حجاجيه بهدف اقناع المتلقي، او جماليه وفنيه لانها تحاكي الواقع. اذا تحاكي الواقع، مثلا انت مشيتي لشي منظر طبيعي صورتيه بالبورتابل ديالك، صورتيه بمعنى ديك التصويره فيها جانب فني فقط، ماشي تتحاول انك انت تقنع
الناس بشي فكره، الا اذا كان الهدف ديالك السياحي انهم يجيو يزوروا هذيك البلاصه، تولي عندها واحد القيمه نفعيه، عندها واحد القيمه نفعيه وتيكون فيها واحد شويه ديال الحجاج. ومن بعد اش اللي تنذكروا، تنحاولوا نحددوا كذلك قيمه الصوره، القيمه ديالها اللي هو اما قيمه اجتماعيه يعني التضامن بين الناس، او قيمه انسانيه اللي هو مساعده الناس والرأفة بهم، او قيمه اقتصاديه اللي هو المساهمه في تطوير الدوله، الجانب الاقتصادي الدوله، او قيمه تجاريه او ثقافيه او حضاريه. من بعد تنتقلوا للخاتمه، الخاتمه تنذكروا فيها الراي الشخصي ديالنا، الراي الشخصي في شكل الصوره، الشكل ديالها والمضمون ديالها، وتتقول واش ديك الرساله واش عجباتك، واش نيت قنعاتك ولا ما قنعاتكش. وبهكا تنكون وصلنا نموذج موضوع تحليل صوره، تنكون وصلنا نموذج موضوع تحليل صوره، والصوره اللي بنا نديروا لها الموضوع ديالها ها هي كي تتبان لنا الهجره غير الشرعيه والتعرض للموت. ها هما هاد الجوج راه كبير في هذيك التابوت ديالهم. اذا اش اللي بغينا نديرو في المقدمه اللي هي ملاحظه الصوره، اش تنذكروا فيها؟ تفكروا معايا، قلنا تنذكروا اهميه الصوره بصفه عامه في عصرنا الحالي، وتنطرحوا دوك جوج ديال الاسئله. السؤال الاول اللي هو فما هي مكونات الصوره، قيد التحليل، والسؤال الثاني هو ما الدلالات التي تنطوي عليها. اذا هذا نموذج ديال المقدمه ديال هاد التصويره ديالنا. اذا التصويره ديالنا المقدمه ديالها هي هذه اللي تتقول الصورة أرقى تواصلا من كل اللغات، بها نحقق التواصل السريع والفعلي في زمن سيطرت فيه قنوات اليوتيوب والفيسبوك وامتلأ العالم بسحرها وجبروتها. كملنا مسألة ديال أننا تنذكر أهمية الصورة بصفة عامة، أجيو نشوفوا الأسئلة، تنهزهم تنحطهم. فما هي مكونات الصورة، قيد التحليل، وما الدلالات التي تنطوي عليها؟ كملنا المقدمة، اجوا معنا نشوفوا العرض. العرض قلنا فيه جوج ديال الفقرات، الفقرة الاولى تكون فيها المستوى التمثيلي والمستوى التواصلي، والفقرة الثانية تنهضروا فيها على المستوى الدلالي. نشوفوا الفقرة الاولى اللي هي الفقرة الاولى في العرض، تنذكروا فيها المستوى التمثيلي او التشكيلي للصورة، وقلنا تنذكروا كذلك حتى المستوى التواصلي. بالنسبه للمستوى التمثيلي او التشكيلي للصوره تنذكروا اش؟ قلنا تنذكروا الجانب اللغوي اللي هو الجانب اللغوي، جمل، كلمات، ارقام، وتنذكروا كذلك الجانب الايقوني، الايقوني تصاور الاخرين، الاشياء الاخرى اللي تتكون من غير اللغه بحال الانسان والحيوان والاشياء. واش اخر؟ تنوليو تنتقلوا المستوى التواصلي للصوره، وتنحددوا المرسل، وتنحددوا كذلك المرسل اليه، وتنحددوا الرساله ديال هاد التصويره. اذا هاد الفقره اللي غادي نقرا دروكا هي الفقره الاولى في العرض، خص يكون فيها كاع هادشي اللي شفنا، اللي هو المستوى التمثيلي او التشكيلي للصوره، الجانب اللغوي، الجانب الايقوني، والمستوى التواصلي للصوره، قلنا تنحددوا المرسل والمرسل اليه والرساله. اذا الفقره تقول ان الصوره قيد التحليل كاريكاتوريه، دعامتها الورق وإطارها مستطيل، حضر السواد معبرا عن عتمة واقع الهجرة القاتلة، وتتكون على المستوى التمثيلي من جانبين، إذا جانب لغوي كتب بخط دقيق أعلى صورة الهجرة غير الشرعية والتعرض للموت، جانب أيقوني مهاجران سريان على متن نعشين على موج البحر، أحدهما يحلم بالسيارة والآخر بالمال، وأشباح مهاجرين من الصنف نفسه، وظلام يلف المشهد. أما المستوى التواصلي فربما أن المرسل هو الجمعيات التي تطالب بحقوق الإنسان، في حين أن المرسل إليه هو كل شابة أو شاب يحلم بالهجرة بهذه الطريقة غير الشرعية، وبالتالي فالرسالة مفادها ضرورة الابتعاد عن هذا النوع من الهجرة. إذن هذه الفقرة الأولى ديال العرض. نمشيو للفقرة الثانية ديال العرض، أش بيكون فيها؟ بنا نحددوا دلالة مكونات المستويين التمثيلي والتواصلي.
التواصلي، وبنا نحددوا العلاقة بين ما هو مكتوب وما هو مصور، اللي في الغالب تتكون علاقة تفسيرية أو انسجام أو سببية. كذلك تنحددوا الوظيفة ديال الصورة حجاجية بهدف إقناع المتلقي، جمالية وفنية لأنها تحاكي الواقع. وتنحددوا كذلك القيمة ديال التصويرة، قيمة الصورة اجتماعية إنسانية اقتصادية تجارية ثقافية حضاري. إذا الفقرة ديالتنا الثانية ها هي. وإذا انتقلنا إلى المستوى الدلالي، فالصورة تكشف زيف الأحلام الفارغة التي تصور أن الغرب بلد النعيم والفردوس، حيث السيارات الفخمة والأموال المسومة والحياة الرغيدة التي يحلم بها مرشحو هذا النوع من الهجرات. من ثم فإن العلاقة بين ما هو أيقوني ولغوي علاقة شرح وتفسير وانسجام. إن للصورة قيم متعددة، فهي تعكس قيما ثقافية وإنسانية، كما لها وظيفة توعوية إقناعية وإخبارية. نمشي دابا الخاتمة، الفقرة الرابعة في العرض ديالنا اللي هي الخاتمة. الخاتمة اش قلنا تنذكروا فيها؟ قلنا اننا تنذكروا فيها الرأي الشخصي في شكل الصورة ومضمونها، الرأي الشخصي في شكل الصورة والمضمون ديالها. اذا الفقرة ديالتنا اللي هي الخاتمة. تأسيسا على ما سبق، ارى ان الصورة تتمكنت من تقريب وتوضيح وتفسير الوضع القائم والمفجع بشكل ينتصر على كل لغات العالم. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.